السلام عليكم. تقولي له سيدي كماش، تقولي خالد، خالد الطايع، تقولي كجمع كامل المشككة في القضية اللي هي واللي كلهم يجيب مردة من نسج خياله، تقوم من إله يطلعون، لا كلهم يجيب مردة من راسه ويبني عليها ويقوم شاح، طلعوهم من إله نطلعوهم بث مباشر يشدوا فيش من الأخبار من قريب. تقولي الشباب اللي قلت لكم، تقولي سيدي كماش وخالد الطايع ويك جماعة كامل هالمشككة في القضية ذا هي واللي متهمة والشباب مسيكين يمشي بالاتهامات ما عندهم عليهم دليل، وإذا ما يتواسى والله ما يتواسى. تقولي لهذا الشباب حد ما يلا يعود يسعى تشويه صورة الآخرين بدون أي دليل يسوى هو شنو، لو ما هم مدير ولا هم وزير، شم الشباب مهاجرين عن وطنهم سيكنين خاليين وذارين ولا مشيهم فم يكون الفصل والفقر، يعود حد آخر واحد فيهم ماكن فيهم من أجل تشويه سمعتهم، ما يتواسى والله ما يتواسى، والله ولي الحرام، والله يا ملاهم واللي ما ولي يتم يدور لا يعقب يجبر نهار تعقب تجيه مصيبة تنسيه فعلا قط يجبر نهار زين، تعقب تجيه رواية تخلي خيمتو ما يتواسى راوالكم. تقولي له الشباب، تقولي خالد الطايع وسيدي كماش ودوك المشككين كاملين يقولوا لهم يطلعوا ده معنا في لايف شدوا فيه الاخبار من قريب. شفتهم قبيل قبل صورة من بث مباشر كنت مع دروانة ومحمد خالد وقطعوها قطعها زين حد شاف ايش قال انه الصورة مشي تالم الاف بي اي والله جابرينهم مصادرهم والله شنو مريدة كيفتهم صورة قابلينهم من لايف ما ادرين ونحن وبناوا عليها قصة ما انزل الله بها من سلطان ولا عندهم عليها اي دليل، لا ما يتواسى راهوالكم والله ما يتواسى والله هم ولي الحرام. تشوهوا سمعت من الشباب سيكنين جايين خالين قاطعين من دول ما يوفى وتعبون هانوا كانوا يوصلوا لأمريك انتم واحدين فيهم تشويه سمعتهم، ما يتواسى رواركم والله إلا ما يتواسى، لا عندكم ولي على أي دليل على كلامكم اللي كنتوا تقولوا. شباب تقولي لها سيدي كماش وخالد الطايع تقوهم لي لها قولوا لهم يطلعوا معنا البث مباشر شوي يشدوا من الأخبار، طقوهم لله قد حد ما يتبرع قد حد يحكم ضغطه عنده غير ما يدير قدام وجهه على انه سبب عدم تبرعه على القضية انها فيها ان قد حد يركب ترين ما هو على سمع ما هو على حساب سمعة الشباب اللي هم ما يتواسى. خالد الطايع انا ما طلع لي لا سيدي كماش. شباب تقولي سيدي كماش هو خالد، خالد الطايع تقوهم لي نقع كومنتيرات مولي ما يظهروا لي لا عاد بكم حد كومنتيرا ماركم ما طالعين لي طلع لي لا الناس اللي دخلت ما طلعوا لي كومنتيرات.
حانو شوية كان يطلع سيدي كما شو خالد ولا الطائر. مرحبا وخيرتي كبيرة، سلكو ياك ياك لباس لباس، ياك ياك خير، خير ياك ياك معاك طيبة، لباس ياك ما يا تحس خير بشي، مبارك يا خير، مرحبا ياك لباس تبارك الله، الحمد لله ما ياك شاء الاخوان الله. زين يا خير طريقة ياك لباس ما شاء الله ياك لباس حق الله شباب، تقول لي سيدي كماش هو خالد الطائع، طلعوهم لي لا شوي، المشككين طلعوهم لنا لا قضية شنو سمعوا. الليلة حد فايتو حلقة والله قضية الشباب اللي كانوا مختطفين في المكسيك، واللي اندفعت عنهم كاملين، اندفعت عنهم الفيديو، واللي تم تحويل الفيديو كاملة وحولت من البرازيل، شورهم شور المكسيك للعصابات ذهما، هاو الشباب مشكين في القضية، نختاروا توف نطلع معاهم هون في بث مباشر مشاكين لين نسمعهم ملي. مشاكين من اي نواحي كانوا هم هذو الشباب مثلا قاعدين قالوا لي إن هاو الشباب هم مشتين، هم مشت مشتت الفكرة اللي عندهم مشتينه، وهم بعد قاعدين بس مرة يقولوا على إن الشباب من أنفسهم على إن هم اللي معدلين للعملية، ومرة يقولوا على إن واحدين شو البرازيل وهم اللي معدلينه، ومرة يقولوا على إن القضية على إنها فيها موريتانيين على إن هم اللي قامزين العصابة في المكسيك على إنها تحكم التركة، هذوك مرة يعترفوا بعد إنها العملية على إنها خارجة فعلا، سواء بغض النظر إذا كان مغموز عليهم يا كانوا ما مغموز عليهم، ومرة يقولوا على إنها قاعدة ما هي خارجة، ولا الشباب على إنهم كانوا هذا توفوا دور البطل. قدر من التضارب قدر من التضارب قدر إيه من اللي قلت فهمت، الواقعية بالتالي هذا هو ما حقيقة يتواسى قاع، شوف هو حد، شوف هو حد هو خالق الخلق الله، شو ذو ما هم وزراء، ذو ما هم مدراء، ذو ما هم رؤساء، ذو ما هم مسؤولين عن اموال الشعب الموريتاني، ولا عندهم اي علاقه يسوى لا ولا هم شيء، ما هم سياسيين مسجرين ولا شيء ولا هم سياسيين ولا ذو شيء، من الشباب ماشيين من اوطانهم بسبب الفقر، بسبب الجوع، بسبب الخلا والذرة، وماشيين جايين كان يعطيهم مولانا جهونه يعاونوا اهاليهم، صحيح صحيح بالتالي ما يوحى الحد في تشويه سمعتهم، ذا ما ما يتواسى، يتوسم ما يتوسم ذا حرام شعب. وان كان هو في مرواق عليه يقول هذا كان ثاني يعني اليوم شفت على فيسبوك صورة واحد ان شاء الله افطح مكتوب على انه معطف في هذا وصورته ناشرين واحدين يقول ها هو السيد اللي كان محتاج يهز الناس هو اللي قبل غلط شفت في الحقيقة القضية، وكاتبين شوف عليها ياسر لويل شوف القضية كاملة عندي عنكم، تجبروها من اجوز كازد، معلوماتها كاملة تجبروها على صفحتي انا والله، صفحة محمد خالد انا وما تابع للحق. انا محمد خالد ما نعرفه متابع على صفحتك انت وزين لا اساسا شوف متابع لا تبثوا ذات وزين، لين نقول لك رواية، لين نقول لك رواية، شوف القضية كاملة تجبروها عندنا نحن، إلين حال نحن من انفسنا اللي نعطوكم انتم المعلومات، ذاك من ادم اللي تراعوا فيه، ذاك الدب اللي تراعوا فيه مع الطفل اللي ينقالوا محفوظ اللي خاض معاه بالصورة، والله العظيم الكريم يا نحن لين حالا ما نعرفوا يا كانوا من العصابة يا كانوا ما هو من هي، كانوا مرسول طبعا لها يا كانوا حانيني، هو يقعد ذاك مخلوق مولانا اللي شفته، ذاك الدب الكبير اللي شفته يقعد يعود راسلين وهم اياك يمشي يقطع الولبية، يقعد يعود اي رواية، يقعد يعود هو اللي كان مختطفهم، المهم ما بتنبرنا حقيقة ذاك، والشباب ما نعرف، ما نعرف له شيء نهائي، ما نعرف له شيء غير الشعب لا كيف لاك ماشي تماشي حاله، محمد بويا انا الشباب معك اللي نفوتوا، الشباب اللي نفوتوا وجوههم باذن الله تعالى، اللي نفوت وجوههم باذن الله تعالى ندور نطلعوهم في فيديو لايف ان اللي شاء الله نحدد لكم عنده ان شاء كامل الله من اجوس كازيت، ان شاء الله وسابق ذاك ما يتواسى، ذا ان اللي شاء معدل الله لارك سيدي كماش، وذا اللي معدل حالا خالد الطايع، لا ما يتواسى، هذا حرام، المهم حد يتهم رقاج حنيني، حد يتهم رقاج بروايه ما عنده عليها اي دليل يسوى وشنو، ذا ما يغلب، شوف انا ما يغلبني حالا نالف قصه ونقول لهم على اني جدي رقم ال20 على انه الحمد لله ايام صار ودخل على الدار يسلم عليهم وكذا، لا ما يغلب حد، ما لا نقول يغلب له حد صحيح ما يغلب صحيح رجاج، لا ما يغلب رجاج، يا تعود فم تحري يا الله يعود ويعود فم قاعد بم. مصداقية خاصة هذه الصفحات اللي أنا بعد رأيي هون في هذه الرواية ضرك شفت، شوف لأنه هاي قاعد نقول حد ما لك، يعرف شفت يتريق مولي، شفتوا الشباب اللي هم اللي تراعي فيهم، الشباب اللي تراعي فيهم يتموا كل رواية يتكلموا عنها ما عندهم عليها دليل، الشعب اليوم يدور يتم يصدقكم اليوم في واحدة ويصدقكم في اثنتين صحيح وثلاثة صحيح وأربعة يا صحيح غير، يوم من الأيام اللي تم تتوالى كذبكم وتم لا ماشي يتوالى، لين تكتبوا على اني، لين تكتبوا على اني اسمع على انه الفوق والتراب ان تحت ما تاتي جد على حد، صحيح صحيح تم يبدأ تروقوا من الصدق شيء ذا نوع من ترند، الأمور تم تروقوا ترند، وتم تروقوا على صح انكم انكم على انكم على انكم على انكم موجودين وعلى انكم حاضرين وكل شيء، غير انتم لا يتوالى كذبكم ما تلا حد لا يصدقكم، صحيح صحيح واذا ما صحيح يتواسى. بارك الله فيك تقول محمد يا أحمد سالم بويا حبيب الرحمن، محمد سالم حبيب الرحمن، رايي فيك حالا دخلت وانت واحد من المشككين في القضيه، واطلع لي لا خليك اطلع لي حاني لا أنا في سامع لايف، أحمد انا بويا حاني شوي ماني قايل لك غير لا شفت واحد من لا تلك لا الحاله، انت يتكلم انا قاعد قاعد لين غادر انا بي اللي تعرف عندي شمد همه والهمه طامه لان اختير وتوف دارك طلعتني لا نقول رايي في والله الروايه ولا يمني حتى نوجه رساله للراي العام ورساله للاخوه اللي شكوا في ذا ورساله هم اللي لاهاليهم اللي في موريتان اهالي الشباب اللي كانوا مخطوفين هذا ذا كامل واحد شيء ما عنده له دليل ولا عنده له دليل دامغ ما ما يقولوا، يعطيه حجه ما ثانيا يقولوا
ثانيا هذا ما يتواسى ولا يعدل، هذا لا من اللي عدل ذا كامل ما يعاد ذني قالوا الاعمال الخيريه عات ما يعاد اللي فيها واحدين ذا نوع من الامور وذا نوع عاد مساعده الناس ما في احد تريد يساعد حد ولا ترموا اللي حد يقدر يدخل قاع مشكله ومره قد المشكله فيه كثرته من المشاكل وكثرته من في النهايه راجي التوفيق لك انت وفي الحقيقه انسان زي نيته يقعد في المريضه والثاني على مولانا ونختار اللي نقول له لهذوك الخلطه هذوك العيل اني راني مبارك لهم خروج ابنائهم من المأساة اللي كانوا فيه ومبارك لك انت هذه الجهود اللي قايم بها جزاك الله خيرا الله يبارك فيك وطالب من الاخوه اللي شكوا والله المدونين الكبار اللي الناس تتابع عمري ثاني كامل وعندهم مصداقيه فاتوا حصلوا على مصداقيه انهم ما يخسروها يشكوا في روايه ما هي انا ما عندهم اي دليل انا هذيك الفتره كذب ما يغلب واحد من المدونين الكبار قطك تبيك ساعه انا معي تركي على ان متنا ونحن قاع ما فتنا كنا بنفسي ونحن قاع ما فتنا لحقنا قاع بنما ونخلعوه انه قام لعياط لا لا يعود حالا في حدود سنه وشوي ايه ذاك سيدي لا لا سيدي كماش حاجه ديك ساعه لا كيف هاي كاتب احد المدونين عقب محاها ذاك انا قاع سيدي كماش ديك ساعه وكذا بالنسبه تلفين قاع الحافظ اللي بعد على حد على شخص الكاتبه وقال له اعلن على انه يمحيها انها ما هو حقيقي ان احنا قاع ما فتنا مصنفه جزا الله خيرا ومحاها بعد واعتذر يا غير قاعد لان حد يتم يتحرى الصدق ويتحرى الدقه ياسر من الناس المدونين الكبار اللي الناس تسمع لهم والناس متابعتهم يا الله يعودوا عندهم يعني حافظوا انهم يجمعوا المعلومات ما قضيه السبق ها هو خسر صحافه مولي كان خسر ياسر من الامور ما قضيه السبق ما يتم السابق مع الناس بروايه ما يعرف كان حق والله ما يحق ولا يفهم روايه وفي النهايه نتمنى له التوفيق ان شاء الله جماعه كامله ونحترموا صفحه الاخ سيدي الكماش والاخ خالد الطايع نعرف انهم مدونين وزاول موريتاني ياسر والشباب طرحوا ياسر من القضايا وحلوا ياسر احمد سالم حبيب الرحمن انت واحد من المشككين في القضيه اللي هي ولا قلت تم وقت تكتب على صفحتك ولا نقابل عنك تطلع الى انت دخلت في البث المباشر وحالا تصنت لي اطلع الى اللي طول عمرك ان شاء الله اللي نسمع اول وجهه نظر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كبيره واني اسالك وسيدي الله يحفظك ويرعاك ان شاء الله رانا بينا تلفون ان شاء الله ان شاء الله مرحبا اخرت كبيره اخرت اطلع الى لا تموا لا تكتبوا على صفحاتكم اني اطلع لكم حد بث مباشر يقول لكم هاو جايين تسمعوا الشعب وجهه نظركم تبعوا تطلعوا جايين قال البيافي واحدين في تشوهوا سمعتوا الشباب سيكنين خاليهم الويل والويال والفقر وهاليهم راكم شفتوا حالتهم في البث المباشر فما يتواسى الله إلا ما يتواسى ولا حرام حتى قاع ما نعرفتم هذا الجابرين منه شنهم إلا ما نعرفته تشويه سمعة الشباب ما يتواسى ما هم مزرع ولا هم مدراء ولا هم رؤساء هذه يتصل معهم أنا القضية واقف فيها من أ جوسكا زيت منين فوت تنطوى القضية اللي هي معني بها لا يقول واحد منكم أنا ما اتهمتك أنت محمد بويان ما بيكم واحد قد يتهمني بشي ما عنده أي دليل بيا اللي انتم الاثنين انت سيدي وانت خالد وطايع قاعدين هون معاي والله العظيم الكريم الحسيب الجليل الرقيب عز ما يتهمني واحد منكم برواية ما عنده أي دليل ما طلعته وصحك حق شور المحكمة ذا الفياج غيروا الشباب اللي ما زالوا شور ديك الخلوات اللي اياها تقبوا انتم وتموا تتهموهم شي ما عندكم أي دليل هون في القانون وهون حد اتهم رقاش بدون رواية عنده عليها دليل معناها أراكم أنتم تعرفوا قانونهم فوق الناس فر ولا في قريبي ولا في ولا عمي ولا في ذيك المرأة الدريكية تالي حد يرسبكتي راسه خلي عنه الحرف الواحد فيه أنا ما فيكم حد لا تقولوا لي نحن محمد أبوي أنت ما اتهمناك أنا ما تقول تهموني غير القضية أنا دخلت من الألف ولين تم فيها إلين الياء لين يوفو الياء ينفوت قاع ينصق اللوحة والتركة ماني قابلكم وتوف عليكم تم ترصفوا شورهم هما تتهموهم شي ما عندكم عليه دليل تقبوا الصورة ناشرينها نحن في البث المباشر ما هي مشحوده شن دار في البث المباشر معناه انه حد ما هو جاحده تقبوا انتم ما تقطعوها من زروره وتعدلوها لتحفلوها لين ذاك حد شافها ايش كان انكم جابرينها مشيها لكم مصدر من مصادركم والله روايه ما يتواسى رهواركم حد شاف ذيك الصوره ايش كان انه مشيتها لكم اف بي اي والله مشيها لكم شي من مصادر اللي عندكم ولا عادي مولي ذاك كامل قبيل تعودوا واضحين قولوا هذه الصورة قبيل منشورة على صفحة فلان مقبولة من البث المباشر وتبان فيها اسم الفلاني حد يعود واضح ما يتم يقطع الصورة ويحفلها أقوش ويحفلها أدروات وحد شافها ويقبلها هم اللي عاقب ذاك ما يرد مردتها لما رديتم مردتها مشيت ودرتوا معها قصة أخرى جايبين أنتم من خيالكم ما يتواسى ما يغلبني أنا حالا رد عنكم أنتم مردة يسوى هي شنية ما يغلب كل رجاج هون عنده فيسبوك قد يطلع
ينقرا رجاج يقبضه يقول عنه اللي يبغى يقول عنه. يا ما يغلب قد رد عليكم حالا مرده ما انزل الله بها من سلطان. ان والدي قط جد عندي والله واحد من الباديه قط كثير 77 سبع مزربين به. يا ما يغلب انا الراي فيكم تبان وتقيتوا الجماعه كامله يبان ما بي حد منهم يطلع ولا ما يتواسل. تموا تتهموا الناس بروايه تختيروا تموا طالع عند صفحاتكم تكتبوا يطلع لكم حد في البث المباشر تبعه وتطلعوا معه لما يتواسل. حجتكم معناها على انها ما يخارق وتوف بلا حجه. هذا ممكن يدور يقول روايه يطلع هون معانا في البث المباشر ويقول لنا ذا باني علاش ويقول لنا ذا من منين جايبه طوننا فتحوا الكتب والله اتصلوا مع الشباب اللي هم المتباركين تشوهوا سمعتهم ما يتواسل. والشباب حالا مشوهين سمعتهم على انهم هم اللي معدلين المرده من اجوس كازاديا كانوا من جبر الفضاء. هم الصقع اللي عادوا قبيل متحدين ذم الاتحاد كانوا معدلين المرده كيفته ما يتموا في بليده. علاش ما يتموا قاعدين في بليده لين فوتوا يدخلوا امريك في بليده. واحد منهم له ايام انطرس وراي حالا عند الحرس الحدودي حالا عنده ضرك حالا عند الحرس الحدودي قد ينطلص الليل قد ينطلص الصبح قد ينطلص النهار الاخر. والاخر راهو حالا في تيخوانا اللي هو محفوظ الشاب اللي انطلاص الثاني راهو ضارك في تيخوانا وانا متواصل معاه قبيلي الدنيا اللي هو محفوظ راهو ضارك في تيخوانا ما بات رصف كان يقول انه دور الرصف الليله والله الفجر عايد انه لا يرصف. والثالث انطلاص الليل اليوم والله البارح وذاكوا في الطريق حالا ماشي مولي قيس الحدود هم قاعد من الاتحاد وتبنضي كان خارج يعودوا تموا باطل في بليده. بالتالي خلوا عنكم شي ماكم بانين وعلى شي يسوى شنو المراد ما يغلبوا حد المراد هذا ما يغلب ورقاش كل حد قد يتم لا يرد وعودوا عارفين انكم اليوم لا يتم صنت لكم قد قاع واحدين يجد عليهم اليوم مرده والصبح مرده غير انتم ولا متواصلين في ذا الكذب اللي هو ما في حد لا يجد عليه كلامكم. خليتونا وذريتونا عمولا ما يتواصل ايه وراكم ودي ابيت وتطلعوا راكم ابيت تطلعوا البث المباشر. شباب راني لين قبل البث المباشر انا كنت معدل البث المباشر دورهم هم يطلعوا للمشككين سيدي كماش وخالد الطايع وجماعه المشككه كاملها اللي يكتبوا على صفحاتهم الليل والنهار عن ذي القضيه انها ما انزل الله بها من السلطان وانها ما يحق ومره يتهموا الشباب ومره يتهموا مواطنين موريتانيا على انهم هم اللي وراء عمليه الاختطاف ومره يقولوا هم اللي اعلن الشباب شر البرازيل هم اللي معدلين ذي المرده. عدلت البث المباشر دوركم تقوهم لي كانهم يطلعوا يتكلموا معانا يقولوا ان حجتهم العودانه موجود وهم موجودين ويتكلموا قدامكم كاملين وباو يطلعوا كاملين تقيتوهم هم وباو يطلعوا انتم معناها لان البث المباشر لا يوفوه ما يتواسر هواكم الخيال. كل حد من الناس اللي طالع حالا كامل كلهم يقدر يالف كتاب لا من الخيال قصص ما يقلبوا حد قد حتى من لا يرد قد حتى من لا يهري غير اللي واعر الدليل والبينه على من ادعى ثم هم اللي ادعيتوا على الرواية إنما يحق دليلها وين هو. السلام عليكم ورحمة الله.